زينة. يسعدي صباحك نيرمي، كيفك اليوم؟ الحمد لله منيحة. صباح الخير لك ولكل مشاهدي الأخبارية السورية، يوم جديد ونهار جديد، إن شاء الله يا رب يحملكم كل الدفع والخير وكل شيء بتتمنوه. أسبوع من العطلة أغلبنا عم يقضيه بالبيت بسبب الأحوال الجوية. ضيوفنا لليوم من مجالات مختلفة وأكيد رح نتعرف عليهم تباعا، ولكن بدي أرجع أصبح عن جديد عليك زينب. سعد لي صباحك، وأكيد مثل ما قلتي يمكن هلأ أغلب العالم في عطلة وكذا، هيك يمكن نكنة مثل ما بنقول بالعامية بالبيت. أكيد يسعد صباحكم، صباح الخير، إن شاء الله هيك الدفع يعم كل البيوت السورية وما يضل حدا بردان، بالرغم أنه كمان مبارح طلعت تصريح من وزير الكهرباء أو من وزارة الكهرباء، خلينا نقول أنه حددوا ساعات التقنين بسبب أيضا الظروف والإمكانيات الحالية. نتمنى هيك تمر هالعطلة بسلام وخير وصحة أهم شيء، وأكيد ضمن حلقتنا رح يكون معنا كتير من الخبريات وأيضا ضيوفنا المميزين، لكن البداية حتكون باستعراض العناوين الصباحية. رح يكون لنا وقفة مع الحالة المرورية في سوريا واستعدادات رجال الشرطة. وضمن محطتنا الطبية رح نتعرف على التشوهات الولادية بالجهاز البولي للأطفال وطرق التعامل معها. وضمن المساحة القانونية رح نتعرف على سند الأمانة. لكن قبل ما نبلش برحلتنا الصباحية حنروح ونتذكر أهم الأحداث اللي صارت بمثل هاليوم بهالتقرير. اليوم 24 كانون الثاني، عبر الزمن والسنين تسجلت كثير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. في مثل هذا اليوم من عام 1848 اكتشاف الذهب في ولاية كاليفورنيا، وفي عام 1908 بدأ حركة كشاف للفتيان في إنجلترا، وفي مثل هذا اليوم من عام 1946 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً توصي فيه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتفجير قنبلتين نوويتين فوق مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين. ومن الشخصيات اللي شهد تاريخ 24 كانون الثاني على ولادته، في عام 1776 الكاتب الألماني إرنست هوفمان، وفي عام 1911 الممثل المصري محمود السباع. من الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، عام 1965 وينستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953. وبننتقل زينب لمعلومات عديدة يمكن تكون جديدة أو يمكن تكون عم تسمعوا فيها لأول مرة بهالعالم. يعتبر البرتقال فاكهة حمضية خاصة بموسم الشتاء، ومصدرا غنيا بالعديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، أبرزها فيتاميني سي وجي اللذين يقيان الجسم من العديد من الأمراض خاصة نزلات البرد. يحتوي كل 100 جرام من البرتقال على 47 سعرة حرارية، أي أنه منخفض بالسعرات الحرارية، لذلك فهو يحتوي على العديد من القيم الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان. كما يحتوي عصير البرتقال على كمية هائلة من فيتامين جي الذي يساعد في تقوية عمل الجهاز المناعي وتعزيزه، ويساهم في إصلاح الخلايا المتضررة
ونمو أخرى سليمة، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويلعب دوراً مهماً في تنظيم الجسم من السموم، حيث يحتوي على فيتامين A الذي يعزز من عمل الكلى في جسم الإنسان، فيساعد ذلك في التخلص من السموم والفضلات المتراكمة فيه. ويحتوي عصير البرتقال على الفولات، وهو من مركبات فيتامين B الذي يقوم بعملية صنع خلايا الدم الحمراء، والتي تساعد في تعزيز تدفق الدورة الدموية في الجسم. أولى مساحتنا الصباحية نرمين هي مساحتنا الطبية. اليوم رح نحكي عن ظاهرة تشوه الجهاز البولي اللي عم تخلق مع الأطفال، أكيد الأعراض، طرق العلاج، وكيف بنتعامل مع هالحالات. كلها هالنصائح كمان رح تكون مع ضيفنا الدكتور محمد عزام، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا بداية نعرف المشاهدين عن تشوهات الجهاز البولي اللي بتصير عند الأطفال. الطفل لما بيولد كتير نحن بنلاحظ أنه الطبيب الأطفال بيفحصه وبيلاحظ إذا في عنده أي تشوه بالجهاز البولي والجهاز التناسلي، بداية لحتى نحمي مستقبلا الكليتين، عمل وظيفة الكليتين، ونحمي مستقبلا ونحافظ على الخصوبة اللي موجودة عند الطفل. فكتير مهم بأنه نفحص الطفل بداية عند الولادة، وأحيانا طبعا بتتم المتابعة حتى خلال مرحلة النمو الجنين خلال الحمل، تمام، من قبل الأخصائي، تمام، المتابعة. طيب بما أنه هذا الشيء ممكن يبين مثلا خلال الحمل وهو بيظهر عند الولادة، في دغري إجراء بتعملوه إسعاف؟ تمام، نحن الإجراءات وفق منع ضرر ناتج عن التشوه. يعني الإجراءات والتداخل بيكون نحن دائما لما بيكون في أذية في حال نحن أهملنا هي الحالة. تمام. فينا نحن نتحدث للمشاهدين معظم التشوهات أو أشياعها بنبدأ نحن من موضوع الجهاز التناسلي. فطبيب الأطفال أو الطبيب المتابع وقت مرحلة الولادة بيفحص الطفل، بيفحص وجود الخصيتين عنده بمرحلة الولادة. في حال غياب أحد الخصيتين طبعا يفترض يوجه الأهل للمتابعة، لأنه لنتحدث عن هالجزئية. الخصيتين طبعا بتتشكل بجوف البطن، بالجهة الخلفية للبطن، وبخلال مرحلة نمو الجنين بتنتقل للصفن لمكان الطبيعي. هلأ لما بتنتقل لمكان الطبيعي بتنمو بشكل طبيعي وبتحافظ على وظيفتها، هل هي وظيفة الأخصاب ووظيفة إنتاج هرمون الذكورة، هل هو مسؤول عن التكوين الذكري خلال مرحلة البلوغ. عدم معالجتها، تفضلت حضرتك قلت يعني نحن امتى بنتداخل، لانه نحن عدم معالجه هي الحاله بتؤدي لاذيه في الخصيتين، بنسميها الخصيه الهاجره. الخصيه الهاجره بتكون الخصيه ضمن هذا المسار، ما انتقلت لسه للنقطه النهائيه او موقعها النهائي اللي هو بالصفن. فممكن تكون بالبطن، ممكن تكون بالقناه الارهابيه. نحن بنتداخل بعد الست شهور، لأنه الجمعية الأمريكية للمسالك البولية بالدراسة وجدت أنه هي الخصية لما ما بتنزل لهذا المكان الطبيعي بعد عمر ست شهور ببلش الأذية بتتشكل، ببلش الأذية بخلاياها، فمستقبلا بيعاني من ضعف بالخصوبة ومن ضعف بآلية عمل الخصية، ممكن يعني تسبب عقم بمرحلة من المراحل. أحد الأمور اللي الطبيب حتى بيلاحظها هو موضوع فوهة التبول، مكان فوهة التبول. بيعانوا معظم الأطفال وقت الولادة من تشوه اسمه الإحليل السفلي أو الإحليل التحتاني. هي المنطقة بنلاحظ أنه الطفل عم يبول من مكان مفوهة أدنى من المكان الطبيعي،
هون كمان نفترض طبيب الجراحة البولية أو جراحة الأطفال أنه يتداخل لعلاج هي الحالة. طبعا كمان نحن بنتداخل عليها بعمر 6 شهور أو أكثر. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي، عم نحكي عن تشوهات عند الأطفال ممكن تقدر أو الطبيب أو الأم تكشفها بالعين المجردة مثل ما بيقولوا، في أعراض معينة، في أمراض معينة بتنكشف عن طريق الأعراض، شو هي؟ كتير مهم، نحن يعني للأم لها دور كتير كبير. عادة نحن بيراجعونا متأخرين بالتشخيص، بالأخص عند الطفل الأول بتكون الأم لسه ما عندها خبرة بهذا الأمر بهذا المجال، بس لما يصير عندها ولدين ثلاثة بتلاقي صار عندها خبرة، وصارت من حالة أحيانا تجي تراجع الطبيب وتقول ابني بيعاني من هي الحالة من هي الظاهرة، ما عنده خصية. أنا لما ببدله، الأم بتقول أنا لما ببدله بغير له الغيار ما بلاقي عنده إلا خصية واحدة أو ما بلاقي عنده خصيتين. فكتير مهم ملاحظة الأم. التبول، حتى التبول بتجي الأم بشكاية بتقول إنه ابني عم يخرج البول من فوقها مكانها ما طبيعي، كمان هي كتير مهمة. ممكن الأم تشخص حتى مرحلة الفتق. الفتق عند الطفل هو تشوه جني، تشوه خلقي. الفتق يختلف طبعا عن الفتق عند الكبار. كتير مهم الأم لما تبدل للطفل، وخاصة لما يكون عم يبكي، تنتبه لأسفل البطن. أحيانا بتلاحظ أنه بتجي الأم لعنا بتقول ابني لما ببدله بيكون عم يبكي بصير في انتفاخ بيظهر بأسفل البطن. هذا كتير ملاحظته مهمة، وكتير حتى تشخيصه بيكون أحيانا لدرجة يعني في دقة كتير عالية عند الأم. فهون نحن منتابع طبعا ومنعالج الفتق. ليش؟ لأنه الفتق عند الطفل المكان اللي هلأ حكينا عنه أنه الخصية تمشي من البطن بمسارها عبر القناة اسمها القناة الإربية للصفن. هي القناة يفترض في مسار اسمه بروسيسس فاجينالس بنسميه نحن. هذا المسار بينغلق بعد الولادة، احيانا بيكون في تشوه عند بعض الاطفال، فهذا هي القناه بتضل مفتوحه، فبيخرج جزء من الامعاء ضمن هي القناه. فالطفل لما بيبكي بيزيد هذا خروج هذا الجزء من الامعاء، واحيانا بيكون مبيض عند الانثى، طفله انثى بيكون عندها المبيض حتى عم يخرج. فهون كثير مهم ملاحظه الام، لانه هون يفترض نتداخل بشكل سريع ومباشر بالنسبة للطفل. أكيد. والعلاج. عدم التداخل في خطورة بين أنه نكون عم نعمل عملية بسيطة نص ساعة مدتها، يعني في عمل جراحي، العلاج جراحي قولا واحدا. نحن بس بأي عمر ممكن أنه يصير، يعني الطفل الصغير بأي عمر كان؟ هذا السؤال كتير شائع. نحن كتير بيجينا لما بيجوا الأهل، المانع أو اللي بيخليهم يترددوا بمراجعة الطبيب هو خوفه من العملية، وخوفه مو من العملية أكثر من خوفه من التخدير. دائما الأهل عندهم هاجس أنه ابننا عمره شهر أو أسبوع أو شهرين، كيف ممكن يتخدر؟ نحن نخاف عليه من التخدير. لا، نحن منطمن الأهل بأنه موضوع التخدير وصل لمراحل كتير متقدمة. أطباء التخدير قادرين يخدروا الطفل بأي عمر كان، وكتير سلاسة وسلامة آمنة، يعني التخدير جدا آمن للطفل بأي مرحلة وبأي عمر. تمام. طيب دكتور خلينا نحكي، في عادات صحية اليوم إذا عم نحكي عن طفل صغير ممكن الأم بتمارسها بتأدي لزيادة هاي التشوهات أو حتى الضرر فيها، ممارسات خاطئة؟ أهم شيء بالنسبة للأم تلاحظ السلوك يلي ما هو طبيعي عند طفلها. مثلا طفلها بيبكي كتير، بيتألم كتير لما بيبول، لما بيعاني كتير أو لما بيبول، يعني أحيانا بيكون في تضيقات ضمن مجرى البول بيؤدي إنه الطفل لما بيبول بيبول بصعوبة، فبيعاني هون الطفل، وغالبا بتترافق مع انتانات بولية متكررة. يعني أنا بعتب على الأم لما بتلاحظ أنه ابنها عانى من التهاب بولي مرة ومرتين وثلاثة واستمرت بالعلاج الدوائي بدون ما تراجع الأخصائي. تمام، أنه بتعطي الدواء أولا
احيانا بتزور طبيب بتزور طبيب بزياره اولى وبتاخذ دواء وصار عندها فكره انه هو لما بصير عنده التهابات بتعطي هذا الدواء بتقدر تميز بتعطي هذا الدواء، فهي بتتابع معه على الاساس. التكرار الانتانات البوليه هو احد الاعراض المهمه لوجود التشوه البولي في السبيل البولي، يعني احيانا ما بيظهر عنا اي مشكله عند الطفل، بيبول بشكل طبيعي ظاهريا وما بيشكي لا من الم، لكن بيشكي من تكرار التهابات بوليه. هون بيكون في ارضيه لتشوه في الجهاز البولي، بتظهر عنا بالتهابات، تكرار الالتهابات البوليه. هون يفترض كمان نحن تراجع اخصائي الجراحه البوليه حتى يستقصي وين المشكله ويعالجها. نعم، بما انه قلت انه الام دائما على احتكاك لازم تكون كثير مراقب دقيق لطفله، قلت يمكن ما تظهر المشكله ظاهريا، يكون في مشاكل ثانيه وراها. طيب شو هي هيك العلامات الاولى، وخاصه اذا كانت ام جديده مثل ما قلنا والبيبي يعني باول شهر مثلا ببين معه انه في مشكله معينه؟ تمام، ببين. في علامات معينه بتظهر؟ تمام. خاصة التهابات المسالك البولية هي شائعة شوي. حكينا رح نلخصهم. بتلاحظ عفوا لما بتبدل لما بتبدل الأم لابنها كثير مهم انه تلاحظ تنتبه للمنطقة التناسلية، لأنه الأم هي الأقرب شخص دائما بشكل متكرر للابن. عفوا. يعني مثل ما بنقول هلا بفصل الشتي يمكن كمان البرد الزايد بيأثر على هي المشاكل عند الأطفال. البرد الزايد بيزيد من ظهور هي الأعراض. يعني الطفل المتألم شوي لما بيكون في برد بترافق البرد مع التهابات بتزيد من الأعراض عند الطفل، بتظهر بشكل أوضح. تمام، هي المشكلة. يمكن هلا كمان يمكن الأمهات بخافوا إنه يغسلوا لأولادهم فبيحطوا الوايبس، هل هي صحية هي القصة؟ بمسحوا لهم بالوايبس المحارم المعطرة؟ هلا أي أنا ما بفضل تستخدم أي مواد كيميكال، أي مواد كيميائية ما تستخدم، لأنه جسم الطفل كثير حساس وجلده كثير حساس وما بحاجة إذا هو سليم وما في التهابات ولا فطور بأنه تستخدم هي المواد يعني أبدا. طيب دكتور خلينا أكثر هيك حسب الشرائح العمرية للأطفال نحكي عن أكثر الأمراض اللي هم ممكن ينصابوا فيها. إذا بدنا نقول أكيد الحديثين الولادة غير لما يكون عمرهم مثلا سنة أو سنتين، غير لما يكونوا نحن بالمراحل الثانية بمرحلة. تمام، نحن قلنا أنه المرحلة ما لها علاقة بالعمر، أحيانا بيتشخص بخلال مرحلة النمو ببطن الأم مرحلة الجنين، لكن لما وقت الولادة كتير مهم انه يتابعوا يفحص الطفل ويقيموا طبيب اطفال. كتير مهم، لانه هو بيلاحظ بداية على الجهاز التناسلي، وهذا الام بيصير عندها خبرة. احيانا الام بتجي بدون زيارة طبيب اطفال بتقول انه في عنده مثل ما قلنا الاحليل التحتاني او السفلي، الخصية الهاجرة. تمام، احيانا بتكون الخصيتين موجودين وقت الفحص، لكن بعد فترة بتلاحظ انه بعد صار عمره شهر شهرين ثلاثة انه الخصية ما لها موجودة. احيانا بيعاني الطفل من خصية نطاطة، يعني مرة بتكون موجودة مرة لا، حتى الام بتيجي بتقلنا انه مرة موجودة مرة. هون التداخل للعلاج بيختلف تماما عن الخصية الهاجرة. الخصية الهاجرة التداخل قلنا بيكون عمر الطفل 6 شهور ل 12 شهر، بينما التداخل وقت الخصية النطاطة بيكون مرحلة البلوغ. يعني في اختلاف بالتداخل فترة الزمنية. أحيانا نحن بيعاني الطفل من تشوهات بالحالبين. الحالبين هن قناتين بينقلوا البول من الكلية للمثانة. أحيانا في تشوه بينقلوهم طبعا بجهة واحدة من الكلية للمثانة. أحيانا بيكون في تشوه بصير البول بيطلع من المثانة للكلية. هلا هذا ما الطفل بداية بيكون عمره شهر شهرين ثلاثة سنة ما بيكون عنده أعراض. بعد فترة بتظهر الأعراض بالتهابات متكررة، فهون نحن مو شرط دائما نتداخل جراحيا، بيكون علاج دوائي. بعد عدة سنوات في حال استمر هذا التشوه أو ما لاحظنا فيه تحسن من خلال متابعة
نتداخل جراحيا. نعم، بعد العمليات بحال اذا صارت عمليه او عمل جراحي للطفل، شو يمكن هيك الوصايا اللي بتوصيها للاهل؟ وقد ايه بده الطفل، نعرف مناعته بتكون قويه، بده وقت كثير كبير لحتى يشفى؟ في ملاحظه كثير مهمه، نحن بالجراحه ما بنعمل شيء جديد، نحن بنرجع الطفل نلغي موضوع التشوه، بنرجعه للنورمال، للوضع الطبيعي بحاله الطفل. فهي هي مبدا الجراحه واساس الجراحه. يعني لما بيكون في تشوه بالحالب وبنعمل اعاده زرع حالب، بنعمل اعاده زرع حالب لنرجعه للحاله الطبيعيه يلي موجوده عند اي طفل. فدائما الجراحه هي امنه ومتابعتها كثير سلسه وامنه وما في اي خطوره يعني. دكتور، خلينا نحكي عن حاله الاهمال بمتابعه الدواء. من شوي ذكرت حضرتك انه الام ممكن توصف لها دواء تلتزم فيه، بعد فتره رجعت الحاله للطفل، ترجع هي لحالها تكرر الدواء. حكينا عن حاله بتكرار الدواء، ففي اهمال اعطاء الدواء كمان اذا تمام ممكن. اعطاء الدواء كثير مهم، وبخاصه بموضوع الصادات، أدوية الالتهاب مثل ما بسموها عنا بشكل شائع. الصادات يمنع أعطائها، كثير في خطورة بموضوع أعطائها، لأنه تكرار أعطاء الصادات بشكل مناعة عند البكتيريا، البكتيريا بتصير مقاومة لهذا الصاد اللي عم تاخده. فالطفل بيجي بعد فترة، هي إمتى بتجي؟ بيجي لما بتصير بتعطيه الدواء وما بيتحسن، لأنه ما أعطيه الدواء ما هتتحسن الطفل، لأنه مناعة الطفل انخفضت والبكتيريا صار في مقاومة لموضوع العلاج، فبوصل لمرحلة ما بيتحسن الطفل، وقتها بتراجع. هو هذا طبعا مرحلة خاطئة، بالإضافة لأنه الالتهابات المتكررة بتأذي الكليتين بحد ذاتهم، وظيفة الكليتين. أحيانا بيجينا الطفل بيعاني من تدهور بوظيفة الكليتين نتيجة استخدام الصادات بشكل متكرر وخاطئ. يعني كمان يمكن هي تحذير للامهات مشان ما كثير هيك بدون وصفه طبيب او بدون طبيب مختص هن يوصفوا لحالهم الادويه. خبرنا كمان، يعني مثل ما قلنا نحن موضوعنا عن تشوه الجهاز البولي، لكن ايضا يعني انت حضرتك اختصاص جراحه الكلى للاطفال، خبرنا كمان في عم تجي تشوهات بتخص امراض الكلى ايضا عند الاطفال؟ تشوهات ما بالنسبة للكليتين عند الأطفال، أشياء التشوهات هي إما وجود إكتوبك كدني، يعني كلية بمكانها غير الطبيعي. تمام، الكلية على العكس تماما، بتخلق بالحوض وبتهاجر بتصير بالخاصرتين مثل ما معروف. أحيانا بتبقى بمكان غير طبيعي، بنسميها مثلا كلية حوضية. هذا المكان غير الطبيعي بيؤدي احيانا لمشاكل عند الطفل، او مشاكل بمرحله البلوغ حتى مراحل متقدمه. احيانا في هاجس، في شيء بخوف الاهل كثير لما بنقول لهم انه بكليه وحيده ما موجوده كليه ثانيه، اجينيسز يعني ما لا متشكله الا كليه واحده. طبعا بطمن الاهل هون الشخص بيعيش بشكل طبيعي جدا، يعني بكلية وحيدة لكن طبيعي جدا مثله مثل الشخص اللي بكليتين. أحيانا بنلاقي وهي حالات نادرات ثلاث كلى عند الأشخاص، أحيانا بيكون زيادة زيادة الخير. كمان هون أمر طبيعي جدا، إلا إذا كان هي غالبا هي الحالات سواء كلية حوضية بمكانها غير الطبيعي أو زيادة كلية مثل ما قلنا أو الكليتين مع بعض متصلين. كمان بيكونوا احيانا الكليتين بتكونوا منفصلين، طبعا بيكونوا متصلين مع بعض. كمان هون حاله من التشوه بتترافق مع انه الطفل بيعاني من التهابات او تشكل حصيات متكرر. يعني بيجينا احيانا شاب او فتاه عندها تشكل للحصيات بشكل متكرر، هي بتعاني من الحصيات، بفكر حالها انه هو السبب الحصيات، لا هو بيكون السبب التشوه يلي هو سبب هذا الأذية عندها وتشكيل الحصيات بشكل متكرر، عدم الإفراغ بشكل جيد للبول من الكليتين بيؤدي لتشكل حصيات. نعم. دكتور، لما نحكي عن تشوه الكلى هون إجباري لتصحيح هذا التشوه بده يكون تدخل جراحي ولا ممكن يكون دوائي؟
تدخل جراحي إما بالتنظير أو جراحة مفتوحة تمام أو علاج دوائي. نحن الخط الأول حسب درجة التشوه، حسب خطورته على الكلية وحسب وقت التشخيص. أحيانا نحن مشخص بمراحل متقدمة ما بنقدر نتداخل دوائيا، بنكون لازم تداخل الجراحي لحتى ننقذ الكلية، لأن بتكون بمرحلة كتير متقدمة. نعم، يعني دكتور يمكن كثير من الاهالي لو بيكون عنده اولادهم مشكله ان كان بالمسالك البوليه تشوهات او بالكلى، بيقولوا لك ما رح ننطر يعني بالعمر الصغير، مستنى شوي ليكبر. هل انت مع هذا الموضوع؟ لا ابدا. ولا يعني مشان نصحح للاهالي، لانه كثير بشوف اهالي عندهم مشاكل اولادهم بيستنوا شوي سنوات بتزيد المشكله والولد بضل عم يتوجع، بيصير في تداخل دوائي لبين ما هيك يحسوا انه لازم يعمل جراحه. تمام، نحن التوقيت مدروس بدقة من قبل مراكز وأبحاث عالمية. يعني نحن لما بنقول إنه بدنا نتداخل لنعالج الخصية الهاجرة بهذا العمر، فهو العمر الأنسب. يعني التأخير هو أذية للطفل أبدا، ما التوقيت كتير مهم. والتأخير قلنا أنا أكثر ما بلاحظ سبب التأخير هو خوف من العمل الجراحي باعتباره طفل صغير وتخدير. ومن التخدير، لكن هذا الشيء آمن جدا بهي الفترة، صار موضوعه يعني موضوع ثانوي باعتبار صار في تقدم جدا كبير بموضوع التخدير للأطفال. دكتور خلينا نعطي بشكل عام نصائح اليوم للأهالي للحفاظ على صحة الجهاز البولي إذا بدنا نقول، أو الكلى بشكل عام، أو محاذير هيك بالنهاية للأهل بما يخص هذا الموضوع. أي خلل بالوظيفة، أي خلل بالتشريح بيؤدي لخلل بالوظيفة. الخلل بالوظيفة بتظهر بالأعراض، يعني الجهاز البولي هو مسؤول عن التبول، فأي خلل بتلاحظه الأم غير طبيعي بموضوع التبول، فهي الآلية كلها فيها معناها خلل معين يفترض راجع الطبيب، سواء بين وجع كتير، رائحة كريهة للبول، حرارة عالية على طول متكررة، ألم، انتفاخ أسفل البطن. تلاحظ معلش الأم هي عم تبدد له دائما، تكون عندها دقة بالملاحظة، تنتبه لطفلة تمام، وما تتصرف ويكون في عندها رياكشن أو ردة فعل وفق خبرات أو جارات أو حدا، لا دائما تلجأ للطبيب لاستشارة الطبيب حتى يكون التصرف صحيح. نعم، نحن نتشكرك لكل المعلومات. يعني حكيت نقطة كتير مهمة، أنه صار الطب كتير متطور ويمكن في حل لكل المشاكل. دائما الأم تلجأ لطبيب مختص مو لحكي الجدات والأقارب، ولا توصف من عندها، هي أهم شيء. شكرا لك دكتور لوجودك. تحيات، شكرا لكم للمشاهدين. شكرا دكتور محمد عزام، استشاري بجراحة الكلى والمسالك البولية، شكرا كتير لك ولكل المعلومات القيمة اللي أعطتنا إياها لليوم. يعطيكم العافية. شكرا. أما هلأ زينب صار الوقت لنروح لموجز لآخر الأخبار، للإطلاع على آخر الأخبار على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا شيرين. يسعد صباحك شيرين. صباح الخير نيرمين، مشاهدينا موجز لي أهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. وصلت ميليشيا قسد، وصلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها على الأراضي السورية، حيث أدخلت دبابات ومعدات عسكرية وأسلحة عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة. وذكرت مصادر أهلية أن من بين التعزيزات دبابات حديثة لإشراكها في دعم ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في محاولتها لاستعادة السيطرة على السجن الثانوي الصناعي في مدينة الحسكة، والذي شهد تفجيرات وهروب عدد من إرهابي داعش منه. دعا عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في الضفة الغربية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميدة. وذكرت وكالة وفاء الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة رفعوا لافتات تطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير أبو حميدة الذي يتهدده خطر الموت جراء تدهور حالته الصحية واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لديه في انتهاك صارخ للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليونوف إحراز بعض التقدم في محادثات النووية التي تجري في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران ومجموعة 4+1. وقال أوليونوف أن إيران ومجموعة 4+1 بحثوا قضايا معقدة ومهمة على جدول أعمال المحادثات النووية. وبحث أوليونوف مع رئيس الوفد الإيراني علي باقري كيني تطورات المحادثات والملاحظات حول بعض القضايا المتعلقة به. وفي خبرنا الأخير، دعت السفارة الروسية في لندن وزارة الخارجية البريطانية إلى الكف عن الاستفزازات الخطابية التصعيدية حول أوكرانيا والمساهمة في ضمان الأمن الأوروبي. وقال متحدث باسم السفارة أن حث لندن على وقف استفزازاتها الكلامية السخيفة والخطيرة جدا في ظل الأوضاع المتصاعدة الراهنة والمساهمة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى توفير ضمانات راسخة للأمن الأوروبي. ختام الموجز، والآن عودة إليك نرمين. شكرا لك شيرين، وأكيد مكفيين بباقي فقرات صباحنا غير. وهلأ وين رح نروح زينب؟ هلأ بنتعرف على الوردة الشامية أنا وأنت ومشاهدينا، اللي هي طبعا متميزة بشكلها وعطرة، وسميت بالوردة الشامية وهي سفيرة للتراث السوري على لائحة التراث العالمي. أكيد كل هالتفاصيل رح تكون ضمن هالتقرير. الوردة الدمشقية عانقت الزهور الدمشقية التاريخ، ووصل عبق أريجها إلى جميع بقاع العالم، وارتبطت بالموروث الثقافي والحضاري بحكم تواجدها في معظم البيوت. يعود اكتشافها إلى العصور القديمة، ومصدرها شرق البحر الأبيض المتوسط. تحتاج الورود الدمشقية للمياه بشكل كبير. أخذت هذه الورود شهرتها وأهميتها لكثرة فوائدها العطرية والطبية والغذائية وحتى التجميلية، كما أنها تستخدم في المطبخ الدمشقي كأحد التوابل، وكذلك يشتق منها ماء الورد. تأخذ الوردة الدمشقية ألوان الأحمر الفاتح، الأصفر، الزهري وغيرها من الألوان. يستعمل الزيت الموجود فيها لإنتاج أفخم أنواع العطور، لذا لقبت الوردة الدمشقية بملكة الأزهار. نعم، وأكيد رح نروح زينب ونكفي بباقي فقرات صباحنا غير، وننتقل على محافظة حما، حيث يشكل قصر العظم تحفة معمارية على مر العصور. خلونا نتعرف عليها بالتقرير التالي. يعتبر قصر العظم الأثري في حماة واحداً من أجمل الأوابد الأثرية المشرفة على نهر العاصي، بما يتميز به من زخرف ونقوش وباحة فسيحة تزينها أشجار باسقة، أجملها شجرة المالونيا.
خاصتها بركة جميلة ذات أربع نوافير وإيوان خصص للجلوس في فصل الصيف. شرع ببناء القصر الوالي أسعد باشا العظم عام 1740 كمقر لحاكم حماة، مبتدئاً بالقاعة الكبرى التي تقع في الطابق العلوي. فيما بعد تحول القصر من بيت الوالي إلى بيت خاص بالحريم يدعى حرملك. وأهم ما يميز قصر العظم قاعة الذهب التي تعد نموذجاً معمارياً وفنياً بالغ الروعة والجمال من الداخل والخارج على حد سواء. ما يتميز به العظم في حماة عن قصر العظم في دمشق قبته السامقة التي تفرض نفسها على فضاء مدينة حماة. هلا محطتنا نارمين حتكون مع رجال المرور العين الساهرة لتأمين الحالة الطرقية بشتى الظروف والأوقات أكيد، وخاصة هلا بالمنخفضات. للحديث بشكل موسع حول هالموضوع والتحذيرات والإجراءات المقامة أيضا معنا عبر الهاتف سيادة العميد جهاد السعدي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية. يسعد صباحك. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الورد، أهلا وسهلا. صباحك سيادة العميد. صباح النور، أنا عم بسمعك، عم تسمعيني؟ يمكن تمام. سيادة العميد، أول شيء بدنا نحكي اليوم، عم نشوف أكيد عناصر المرور موزعين بكافة المفارق والنقاط والتقاطعات، خلينا نحكي عن طبيعة عملكم وخاصة بالمنخفض اللي عم تشهده هالأيام سوريا. طبعا حاليا الاستعدادات اتخذت منذ المنخفض الماضي الذي مر على القطر منذ اكثر من 3 أو 4 أيام، والان الاستعدادات جاهزه لاستقبال هذا المنخفض، منخفض طبعا الخير والعطاء والذي نتمنى طبعا ان يعم كل سوريا. بالمقابل هناك استعدادات كبيره وجاهزيه عاليه لدى فروع المرور في كافه انحاء القطر وأيضا مراكز الطرق العامة المنتشرة على الشبكة المركزية التي تربط بين المحافظات من بيت ياشوط في اللاذقية وحتى حزم في سويداء. هذه المراكز جاهزة عتادا وعدة وضباطا وعناصرا أيضا، وجاهزة فنيا طبعا من خلال الكاسحات والجرافات التي تقوم طبعا بفتح الطرقات. ولاحظنا طبعا في المنخفض الماضي كيف كانوا رجال المرور والجهات الأخرى المختصة بإغاثة من انقطع على الطرقات، بفتح الطرقات في اللاذقية وطرطوس وحماة وريف دمشق ودمشق ومختلف المحافظات السورية، أيضا برش مادة الملح حيث كانت درجات الحرارة منخفضة جدا، مما أدى طبعا إلى تشكل الجليد على معظم طرقاتنا. لذلك قاموا برش مادة الملح بمراقبة الطرقات عبر هذه المراكز، مراكز الطرق العامة، ورأينا عبر مواقع التواصل وكل المحطات كيف كانوا رجال المرور العين الساهرة وكيف كانوا يقومون بأداء واجبهم بامتياز، يستحقون فعلا كل التقدير. وكيف رأينا رجال المرور يقومون بإغاثة من انقطع على الطرقات أطفالا ونساء وقائدي مركبات. لذلك نستطيع القول أن نحن كإدارة مرور وفروع المرور في المحافظات ومراكز الطرق العامة البالغ عددها أكثر من 25 مركز جاهز لاستقبال المنخفض بكل عتادها وعدتها، وجاهزين أيضا لإعطاء المحطات الوطنية وشاشاتنا حالات الطرق العامة حرصا طبعا على راحة وأمان واطمئنان المسافرين عبر شبكتنا المركزية أو داخل مدننا. نعم، يعني نعم. سيادة العميدة، نعم. يعني أول شيء تحية لكم رجال المرور على جهودكم المبذولة لتسيير الطرقات وتهيئتها بالأحوال الجوية الحالية، لكن خبرنا أيضا نعم. عن حالة الطرق العامة بما أنك نعم. ذكرت عن حالة الطرق العامة. نعم. حاليا حتى هذه اللحظة ونحن طبعا اتفقنا مع محطتنا الوطنية الإخبارية ولاحظنا البارحة تم نشر
حالة الطرق على الشريط الإخباري على الإخبارية. نعم. حاليا طبعا لدينا كثير بصراحة من الطرق، لكن الفرعية الداخلية الغير سالكة بسبب تراكم الثلوج. يعني ريف دمشق بصراحة هناك بعض الطرق قطنة وعرنة والزبداني سرغاية، بصراحة هذه غير سالكة بسبب تشكل الجليد. نعم. معظم طرق محافظة اللاذقية الفرعية غير سالكة بسبب تراكم الثلوج، كجوبة برغال وبيت ياشوط وصلنفة ومقامات بني هاشم وجوبة برغال الشعرة الغاب بيت ياشوط الغاب بيت ياشوط بطموش. هذه بصراحة وردت الآن من قيادة شرطة محافظة اللاذقية أن معظم هذه الطرق غير سالكة بسبب تراكم الثلوج. أيضا هناك حماة، حماة نهر البارد وبيت ياشوط وشطحة وجوبة البرغال وجورين وصلنفة، أيضا غير سالكة حتى هذه اللحظة بسبب تراكم الثلوج. السويداء وكالعادة بصراحة يعني أغلب طرق المحافظة الفرعية وأهمها ناحية المشنف وسويداء الكفر والطرق المؤيدة إلى ناحية ملح غير سالكة بسبب الضباب الكثيف حاليا في محافظة السويداء. طبعا نحن بانتظار الجديد والطارئ في كل المحافظات والذي يصلنا بسرعة قياسية، ونقوم طبعا بإرسال حالة الطرق إلى محطاتنا وشاشاتنا الوطنية حتى يتعرف عليها الأخوة المواطنين والسائقين. لكن إذا سمحت لي تفضل، أن هناك جملة من الإرشادات والنصائح علينا أن نتفاعل معها، وخاصة وفق وصول هذا المخفض علينا تقديم نصائح وإرشادات، وقد طبعا أرسلناها إلى كل محطاتنا وفروع المرور ومراكز الطرق العامة حتى يتعرف عليها الناس، حتى الذي يريد أن يسافر يعرف حالة الطرق ويعرف ما هي الإرشادات والنصائح. أولا ننصح نحن كإدارة مرور بعدم السفر إلا للضرورة القصوى، وخاصة من محافظة إلى أخرى حتى يمر هذا المخفض بسلام وخير. أيضا ننصح الأخوة السائقين على كافة المحاور الداخلية والتي تربط بين المحافظات بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة، وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار. ونقول وقلنا دوما أن علينا أن نتقيد بالإرشادات التالية في هذا الفصل، فصل الخير والعطاء. علينا أن نتأكد من الجاهزية الفنية للمركبة كالمكابح، ماسحات الزجاج، مزيلات الضباب، الأنوار الأمامية والخلفية، بطارية المركبة، سلامة الإطارات، وهذه كلها تقل فعاليتها في فصل الشتاء. نعم. علينا كقائدي مركبات ونرجو ونتمنى على الأخوة المواطنين والسائقين التقيد بالسرعات المحددة، فهي كانت سببا رئيسيا من أسباب الحوادث في سوريا. صح. وتخفيف السرعة تدريجيا لنتأقلم مع تأثير الشتاء على المنظومة المرورية. علينا أن نحافظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى. أيضا هناك ما تلاحظين بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم السائقين باستخدامها، مثل استخدام الهاتف النقال والواتس أحيانا والقراءة أثناء القيادة. علينا أن نبتعد عن جملة من هذه المخالفات حتى نكون بأمن وأمان. كما أذكر الأخوة المواطنين أن لدى إدارة المرور رقمي هاتف على مدار 24 ساعة للاستعلام عن حالة الطرق، 5-422-703 5-411-365 للاستعلام عن حالة الطرق في أي لحظة ودقيقة. نعم. سيادة العميد، أكيد بدنا نشكر كل جهودكم يلي عم تكون، وبدنا نوجه التحية لكل رجال المرور يلي عم يتواجدوا بالطرقات ضمن الصعب الظروف وبكل الأجواء والمناخات. خلينا نسأل حضرتك كيف ممكن يتم التواصل مع العناصر المرور بحالات الضرورة القصوى؟ طبعا في حالة الضرورة القصوى كما قلت لك 115 هذا في كل المحافظات السورية، هذا رقم مجاني عمليات المرور، في أي محافظة يستطيع المواطن أو السائق الاتصال في 115 وإعطاء
هذه غرفة العمليات أي طارئ قد يحدث والاستجابة بإذن الله فورية. أيضا رقمي الهاتف في إدارة المرور، هاي الرقمين أيضا عاملين على مدار الساعة، يستطيع أي مواطن الاتصال واستعلام أنحاء الطرق، أيضا الإبلاغ عن أي طارئ قد يحدث وفي أي محافظة كانت، وعلى طريق السفر أيضا مراكز الطرق العامة أيضا تستقبل الاتصال بين محافظاتنا على 115. نعم سيادة العميد، نحن بنشكرك لكل المعلومات والتحذيرات، بنقول لكم يعطيكم ألف عافية على الإجراءات الوقائية لتهيئة الطرقات، وخاصة هذا المنخفض الصعب الثلجي يلي طبعا هيك غطى الأبيض عدة مناطق ومحافظات بسوريا. بنقول لك شكرا لك لوجودك معنا، وطلعنا على هي التحذيرات والآليات وأيضا كيفية التواصل معكم. شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا، شكرا لك. شكرا شكرا لك سيادة العميد. يعني أكيد بدنا نرجع نوجه التحية لكل العناصر المجهولة بكافة القطاعات، سواء بالمشافي ولا عناصر المرور أو الداخلية، اللي دائما كل الناس ممكن تكون معطلة ولكن هم موجودين على رأس الساعة على عملهم. يعطيكم ألف عافية. وأكيد زينب صار الوقت لننتقل لمساحة أنثوية خاصة بريشة بريشة مبدعة اجت ضيفتنا اليوم من طرطوس. ضيفتنا اليوم قدرت انه يعني تحدد لحالها وتحجز مساحة خاصة ضمن عالم الفن التشكيلي، وهي متعددة المواهب. اكيد بيسعدنا نرحب بالسيدة والفنانة التشكيلية نسرين علي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. كيف الطريق هلا بما انه سالك؟ ما هيك في صعوبة كان بالطريق؟ لا الطريق كتير سالك، بس كان في تلج على طرفين الطريق. تمام، هلا عم نطمن لانه هلا عم يقولوا لنا الاجراءات كلها كانت تمام. لا الحمد لله على سلامتك. حضرتك فنانة تشكيلية وايضا مدربة، لكن قبل ما كتير نحكي بالتفاصيل خبرينا عن بداية اهتمامك ودخولك الفن. انا دخلت الفن، درسته بعد البكالوريا، درسنا فن تشكيلي وبعدين استمرينا بالعمل لحتى ما تشكلت عنا فكرة لمعهد سميناه مرسمي. طبعا سميناه مرسمي لحتى يكون انه وقت اللي يتردد الفنان لعنا يشعر انه مرسمه، فهو مرسمي بياء الملكية للفنان المتردد لعنا على المعهد. فكان المعهد من 4 سنين بلش، واشتغلنا على الطلاب والفنانين اللي عم يتعلموا عنا لحد ما وصلنا لهون الحمد لله. يعني عم نحكي يا نسرين عن مشروع بيعني لك، مشروع ذاتي، واكيد ما وصلتي لهي المرحله غير ما كان في تعب وكان في جهد كبير. خلينا نحكي الفئات العمريه اللي بتستقبليها بهذا المرسم، المراحل اللي ممكن يمروا فيها. هو الفئات العمريه كانت اول شيء للاطفال، بعدين تطورنا بعد شيء سنه سنتين بالمعهد تطورنا صرنا ناخذ فئات شابه. فهلا بنستقبل من 3 سنين لوقت اللي يعني ما في أي حدا عنده الرغبة، ما في سقف أو عنده أي حدا عنده رغبة. نعم. أكيد. يعني عم نشوف هيك بعض من لوحاتك، عم نشوف إنه في شيء من الطبيعة، في شيء بورتريه، في شيء عم ترسميه عن المرأة. منين هيك بتستلهمي مواضيع اللوحات؟ شو بيستهويك أكثر شيء؟ هلا اللوحات نحن من فترة 29 الشهر 11 عملنا معرض سميناه معرض طريقي. هذا المعرض ضم 15 سيدة من صبايا بين 15 سنة كان لل 35 سنة. صبايا كمان كانوا متعددين، ناس طالبات، صبايا طالبات مدرسة، صبايا طالبات جامعة، سيدات عمل. فاللوحات هي شغل الطلاب. اي شغل الطلاب اللي كانوا مشاركين بالمعرض. نسرين ليش سميته طريقي؟ وكانت المشاركه اليوم للاشخاص موضوع حر ولا لا؟ كان في موضوع اساسي متفقين عليه ضمن هذا المعرض؟ هو اغلب المواضيع باللوحات الزيتيه اللي كانت مشاركه كانت تحكي عن النساء. كونه هن سيدات نساء يعني. كل وحده فيهم عندها حلم، عندها شغف، حاولت تظهره بلوحاتها وبريشتها باسلوبها. فكان طريقي انه هو طريقهم بالحياه
وطريقهم بالفن التشكيلي اللي اكتشفوه عنا من معهد مرسمي، وكل واحد عبرت عن فكرتها بالالوان، بالالوان والرياش، وكان شيء كثير حلو. عم نشوف يمكن بعض من الصور نارمين. نسرين خبرينا، يعني كل حدا بيتاثر بشيء معين، بيكون معجب بشيء معين، وخاصه حركه الفن التشكيلي نهضت كثير خلال فتره الحرب، تنوعت المواضيع والتقنيات، فاتت تقنيات 3D وايضا طباعه الحرف العربي زائد اللوحات. خبرينا في حدا معين هيك اثر فيكي كفنان تشكيلي بتحبي انك تحضري له، وعم تحضري، عم تروحي تحضري المعارض اللي عم بتصير؟ هلا انا بدي احكي، اذا بدنا نحكي على الاطار الضيق، على اطار مدينه طرطوس. مدينة طرطوس كتير ناشطة فنيا، فيها معارض، على حتى أنا هي شوي لفتة صغيرة، أنا جيت بدي أحجز للصالة مشان نحجز للمعرض، أنا اضطريت نطرت شهر ونص لقيت مكان للحجز، من قد ما الصالة فعالة يعني محجوزة. فهذا بدل على أنه يعني في معارض وفي شغل. وفي بالنسبه للفنانين التشكيليين، في فنانين تشكيليين حضروا معرضي. اول شغله انا من منبركم الفنان التشكيلي الانسه سعاد محمد، سيده سعاد نقيبه الفنانين التشكيليين بطرطوس، وحضر الاستاذ بشار سليمان والاستاذ حسن ملحم، دول كانوا اساتذه موجودين معنا، والاستاذ عادل شقره حضروا معرضنا. هدول فنانين تشكيليين هلا بطرطوس انا حضراني معارضهم وحضراني شغلهم وبتابع شغلهم. هي مشان سؤالك انه الفنانين اللي بطرطوس اللي عم نتابعهم حاليا. نعم نعم، قديش حلو هي حالة التفاعل اليوم اللي موجودة بهي المدينة الحلوة إذا بدنا نقول. بدي أسألك أكثر، خلينا نوضح للمشاهدين، لما نحكي عن فكرة تدريب أو معهد، الأشخاص اللي بيجوا بدون أي خلفية سابقة، يعني ما بيكون عندهم أي دراسة، بتستقبلون بتبلشوا معهم خطوة خطوة لأنتم تكتشفونهم وهن يكتشفوا حالهم؟ هلا اللي بيصير أحيانا لما بيكونوا صغار فبيكون هذا ميول عند الطفل، هو لفت نظر أهله أنه أنا عندي هالموهبة بسلوكه وجابوا لعنا على المعهد، أنه بالمعهد عنا أنه هذا الصبي واضح أنه عنده شيء بلكي منقدر نساعده، فبيستمر إذا في موهبة حكما رح يستمر. أحيانا لا، بيكون أنه مشان نشاط صيفي فقط، فكمان بحس هاي مسؤوليتي بقى انا ازرع الشغف عنده كمدربه يعني كفن لازم يصير عنده الشغف. وبنفس الوقت في ناس مثلا مثل عندنا صبايا دارسين هندسات ودارسين مدرسات بالجامعه، هن ناجحين بشغلهم، بس كمان عندهم شعور انه هن لسه في شيء عندهم ما قدموه، لسه في شيء عندهم ما ظهر، فبيلجأوا للفن لعنا على المعهد، وكمان نقدر نساعدهم وبيتعلموا. هو للأمانة الفن التشكيلي يعني الموهبة كتير مهمة، بس كمان يدرس، في أساسيات للتعليم، يدرس يعني هو أكاديميا حتى لو ما في موهبة يعني بيقدر يعطي شيء الفنان المتدرب. طب انت كيف عم تشوفي المواهب الصغيره عندها هيك ممكن ينشغل عليها ليطلع منها فنانين تشكيليين، وخاصه صار الفن التشكيلي هو كمان سفير لسوريا بعده قضايا، واهم الانسانيه ورساله السلام اللي دائما تصدر سوريا عبر اللوحات، فممكن يطلع منه الفن التشكيلي هو رساله، ومو بس رساله، هو للشخص. يعني انت لما بتكوني بحاله تقديم لعمل فني، للوحات، لألوان، انت بتعيشي سلام داخلي، يعني بيكون في عندك حاله من السلام. فانت عمليا لما بيكون عندك هالشعور بالسلام الداخلي انت صدرتيه لبيتك، صدرتيه لشغلك، صدرتيه لعملك. فالفن التشكيلي رساله كثير مهمه بالمجتمع، وخصوصا نحن ببلدنا، بلد اللي هلا بالوضع اللي نحن عايشين فيه. وبالنسبه للسؤال الثاني شو كان؟ انه ممكن يطلع من هدول الاطفال الصغار. طبعا انت عم توجهي له سلوكه، يعني انت لما عم يجي طفل صغير وعم يتاطر ضمن فن تشكيلي، انه بده يقعد، بده يمسك ريشه، بده يمسك قلم، بده يستقر على الكرسي ربع ساعه نص ساعه، عمليا انت عم تنمي له مداركه، وعم توجهيه باللون، عم توجهيه كيف يشوف. عمليا هذا كثير بياثر على سلوكه يعني وعلى هدوءه،
وبفتكر انا حتى بقولها للسيدات اللي بيجيبوا اطفالهم لعنا، يلي بتعطي اولادها فن من هن وصغار تكسبهم وهن المراهقين. يعني بالمراهقه بتكون نمتلهم سلوكهم ووجهتهم. نعم. فهي بتكسبهم فترة المراهقة. قديش حلو بهذا الوقت نزرع هي القيم عند الأطفال، ننمي عندهم هي المواهب بدل ما نروح على التكنولوجيا والموبايل وعالم السوشيال ميديا. صح. نسرين بعد خبرة لك أكثر من 20 سنة مؤخرا يعني بعالم الفن التشكيلي والتدريب، مؤخرا رحنا على عالم الأزياء، خبرينا عن هاي الخطوة. هو كانت فكرة كنا قاعدين، هو الأزياء فن والازياء تراث وفولكلور وطابع يعني ثقافي مهم، يعني حتى نحن بالبيئه، نحن بسوريا بتعرفي سوريا متعدده البيئات، بتحسي الازياء مختلفه، يعني الزي ابن البيئه، فالازياء شيء كثير مهم انه تعطي صوره عن بيئتك وعن حضاره بلدك. ومن هون اجينا نحن على موضوع الازياء كمان. انت الازياء هلا كثير اذا بدنا نقول بالنسبه للمتدربين اللي عم يجوا لعنا، الازياء سوق عمل كمان، يعني بغض النظر على انه هي فن والوان وديزاينات ابتكاريه وجديده، كمان هي سوق عمل، يعني ممكن هن يجوا يتدربوا ويشتغلوا فيما بعد. فهذا الشيء بلشنا انه نشجع عليه، يعني انه الصبايا عم يجوا يشتغلوا، ليش ما بيتطوروا بيصيروا بيشتغلوا وبيستفيدوا يعني مع الوقت. فعملنا كورسات خصوصي ومكثفه مشان تصميم الازياء والحمد لله نجحت. بتفوت المتدربه اللي عندنا عندها شغف انه انا بحب الفاشن، انا بحب كون فاشونيستا، بحب هيك، فنحن بنبلش معه بتدرس رسم المانيكان، العارضه المتحركه، بنروح على كروكيات الفساتين، بنروح بعد منا على طريقه التلوين، يعني انت بدك تظهري الجوخ، القماش الجوخ، بدك تظهري الساتان، بدك تظهري الفرو، بدك تظهري الخامه اللي انت كمصممه، انت مثلا في سبونسر بده يقدم رعايه للعمل اللي عندك، فانت حتقدمي له الشغل، هو ما شغلته تقولي له انت ما، يعني ما بده هو شو، هو بده يجي الشغل جاهز شايف، يعرف انه انت بدك تظهري هالشيء باللون، يعرف لحاله هذا جوخ، هذا قماش، هذا ساتان، هذا قطن، انت ومهارتك بدك تقدري تظهري له نوعية القماشة، وهذا بيجي بعدين، اما الاول بده يكون انه ابتكار الموديل الجديد اللي بدنا نقدمه للشغل او نطرحه بالسوق او نشتغل عليه. نعم، يعني نرمين كثير مهم انه يكون في هيك تعليم اكاديمي ايضا للازياء او مصممين عفوا الازياء. خبرينا كمان عن مشاركاتك، في شاركتي برا محافظه طرطوس بمعارض، شو حلمك وين تشاركي مثلا؟ بتمنى طبعا انا من خلال منبركم، بالعكس انا فرصه اني اطلب رعايه للصبايا اللي عم تتخرجوا من المعهد من عنا، انه عم يتخرجوا صبايا بكفاءه عاليه، ويمكن صور المعرض بتظهر هالشيء، فهن قادرين يشتغلوا، قادرين يتسوقوا بطريقه كثير مهمه لما بيصير في دعم، يعني انا من خلال برنامجكم بتمنى يصير في دعم من مديريات مؤسسات انه وزارات، انه يندعموا هالصبايا المتدربات تعبانين على حالهم، سواء بالفاشن ديزاينر، سواء بالفن التشكيلي، سواء باللوحات زيت البورتريهات. هلا نحن عندنا كمان بالمعهد، هي ما حكينا عنها كثير مهمه، بالمعهد عندنا هلا رسم البورتري الوجوه، يعني نحن كمان هذا صار شغل تسويقي، هلا انتم عندكم بالشام هون بالإماراتية بتنزلوا بتلاقوا فنانين. صحيح. بيرسموا على البورتوكليهات، بيرسموا على الاطواق، بيرسموا هدايا، بتقولي له انا بدي ارسم، بدي اهدي حدا، بتنزلي له صورته من النت وبتعطيها بهديه، فهي كمان عندنا هلا عم يتعلموها الصبايا، عم يرسموا بورتريهات وجوه، يمكن بين الشغل أكيد. بالمعرض ايه، فكمان هذا كمان كثير شيء مهم وكثير شيء حلو. بقى انا بفتكر انه المعهد عندنا
قدم صبايا كثير مهمات بمجال الفن التشكيلي لمدينه طرطوس. هي نسرين بحد ذاتها الفكره قديش حلوه ومهمه لما يكون سيده مهما كانت دراستها ومهما كان عمرها، انتم قاعدين عم تكتشفوا فيها مواهب معينه عم تنموا لها هلا وعم تسعوا ليكون لها فرصه عمل اذا بدنا نقول. صحيح. وهذا الاهم. كثير عم نشوف زينب على السوشيال ميديا سيدات اليوم ممكن قادرين يخترعوا براند صغيره محليه لهم يسوقوا لهم على السوشيال ميديا. اكيد بعد كل هذا الشيء اللي حكيناه نسرين، في رساله انت بتحب توجهيها لكل سيدة سورية يمكن ما قدرت تثبت حالها بأحد مراحل حياتها، أو في رسالة معينة يمكن أنت عندك إياها إذا بتحب توجهيها؟ هلأ أنا بدي أقول الرسالة أنه نحن لسه فينا نعطي، لسه فينا نقدم. ما نقول أنه نحن، يعني أنا بحكي طريقي، أنا يمكن أول حدا بيعبر عنه هالعنوان يلي هو أنا درست، زوجت، أنجبت أطفال، عملت عائلة، كبروا الأولاد، صرت بدي أشتغل، صرت بدي لاقي طريقي اللي تأجل مثلا بسبب ظروفي. فأنا بوجه رسالة كمان لكل سيدة أنه تأجل طريقة، أنه لسه ما فاتة، لسه بتقدر ترجع وتبلش طريق جديد. واللي بتحب الفن، بتحب الألوان، عالم الموضة، أي فكرة بعالم الجمال بتبلش، هي خطوة بس تقوي قلبها وتخطي هالخطوة الأولى، وإن شاء الله بيكون توفيق حليفة. نعم، هيك كمان كلمة أخيرة عن حلم من أحلامك ومشاركتك أيضا بمعارض ممكن تكون خارجية، فخبرينا. بتمنى أنه ندعى لمعارض خارج طرطوس مبدئيا او خارج سوريا فيما بعد. طبعا هذا شيء كثير حلو، كثير بتمنى، اكيد يعني بتمنى يكون في فرصه للصبايا تشارك كمان برا. هلا للامانه انا ماني يعني عم اشتغل على الموضوع، وفي فكره كمان مشان تصميم الازياء كمان، في فكره حلم ممكن يصير وعم نشتغل عليه، انه نحن نعمل مثل المعرض الفني التشكيلي اللي عملناه، معرض طريقي، رح يكون بس باللاين تبع تصميم الازياء، رح يكون خط خاص فقط لمصممات الازياء اللي عم تتخرج من معهدنا. يعني قديش مهم اليوم كمان نطور مهنة تصميم الأزياء عنا بسوريا. بلدنا صحيح. هي بلد منتجة وصناعية بمجال الألبسة، ولكن هذا المجال بعدنا بتعليم أشخاص يمكن جداد أو دم جديد ورؤية جديدة. لا تنسي كمان إن احنا التكنولوجيا هلا اللي صارت هلا يعني كثير مباحه. نحن من فتره ما كثير بعيده يعني من 10 سنين ما كان كل هالمتاح بالنسبه يعني احنا قاعدين هون عم نشوف عروض الازياء اللي بباريس، عم نشوف عروض الازياء اللي بميلانو، عرفتي كيف؟ بقى هذا الموضوع كثير بنمي يعني بيعطي افكار وابداعات جديده، زائد طبيعتنا، نحن طبيعتنا خلابه جدا، واهم مصممين الازياء بيبتكروا التصاميم والديزاينات من الطبيعه، ونحن طبيعتنا متنوعه وخلابه، واذا قصدنا بنقدر كثير نكتشف ونستمد افكار جديده منها. نعم. بقى وهي كمان اذا اجيتي مشان موضوع الاقتصاد، هي فعلا منحه صوب الاقتصاد، بلدنا بحاجه كمان لهيك باب جديد. نعم، يعني بما انه هيك عم نختم مع يمكن تصميم الازياء، ممكن بعدين فكره لاحقه انه فعلا تاخذوا سبونسر من مصمم ازياء، وخاصه انه نحن بسوريا بنفتقر لهذا الشيء، مع انه في كثير صبايا بحبوا هذا المجال. ايه طبعا، انا ما عم اقلك يعني نحن هون هاي الافكار موجوده وهي الشاشه موجوده، والصبايا ما شاء الله عليهم يعني شغلهم بيحكي عنهم، فنانات موهوبات محترفات وشغوفات، قبل كل شيء شغوفات، شغفهم سابقهم، يعني الشغف اساس كثير بالنجاح. فان شاء الله الله يوفقهم بشغلهم، في منهم لقوا فرص شغل حلو، في منهم لقوا فرص عمل. أيه. طب احكي لنا نسرين عن هيك حالة مميزة مرقت عندك خلال تدريبك سواء بالفن التشكيلي أو بعالم الأزياء، وحسيتي إنه صار في تغيير كبير بحياتها أو أثرت فيك قصتها. في عندي صبية هي بلشت دورة تصميم الأزياء من فترة شهرين، هي موهوبة كتير بس ما كانت
كانت هي انه تعرف ترسم فقط، عندها أفكار تقولي أنا عندي أفكار كتير بس ما عم بعرف ترجمة على الورقة، ما بعرف أرسم، ما بعرف. أنا بقدر، قلت لها أوكي أنت ليش حتى ما تقدري؟ كله بالتعليم. كان أول شيء صعب، الحصة الثانية كانت صعبة، الحصة الثالثة مشيت تمام، اشتغلنا شوي مني وشوي منها، وأنا هيك بيقولوا لي بالي طويل فبرواق كتير، وصلت وقدرت، ولسه ما خلصت الدورة عملت ديل مع مشغل كبير عندنا بطرطوس، ولا عم تشتغل مصممة أزياء. يعني إنه المفارقة وين؟ المفارقة إنه هي إلى شهر، شهر ونص، وهي كتير فاتت خايفة وكتير فاتت متوترة، وهلأ بلشت شغل. يعني إحنا بنتمنى إنه هذا الشيء يبصر النور، وخاصة إنه مثل ما قلنا سوريا بتفتقر شوي لعروض الأزياء حتى، والمصممين، في مصممين سوريين أبدعوا كتير بخارج سوريا، فبنتمنى يستغلوا هيد المهارات صح، حتى تكون صح، يعني هيك القاعدة إلون لا هيك طموحاتهم بهذا إن شاء المجال. يعني بالختام كمان هيك اذا في عندك مشاريع غير التصاميم او المعارض خبرينا عنها. مبدئيا نحن هلا عم نشتغل على الفن التشكيلي بشكل عام، مثل ما حكينا اطفالنا من عمر 3 سنين الى المدى المفتوح. عندنا البورتريهات، الوجوه، عندنا الزيتي، الاكريليك، حرق الخشب، عجين السيراميك، التشكيلات، تصميم الازياء، ومفتوحه. يمكن ما بنعرف الفن التشكيلي شو بيفاجئنا، شو بيصير تحديثات جديده نحن معه بنتطور معه ان شاء الله يا رب. نعم نعم حبيبه قلبي. يعني نسرين انت داعمه لكثير سيدات حواليك، الحمد مين لله. داعمك؟ مين داعم نسرين؟ داعمني عائلتي الصغيره، زوجي وابنائي وعائلتي الكبيره، اهلي، المرسم، عندي جيراني بالمرسم اللي بيتحملوا، نحن عندنا زيت نفط، نحن عندنا دق على الخشب وشد الخشب مشان اللوحات اللي عم يتحملونا وعم يتحملوا هالكركبه اللي عم نعملها. مدرستي اياد عطيه بيتحملوا غياباتي وقت اللي بضطر اخذ اذن، يعني ما بيحاولوا يتعاونوا معي، حضروا لنا معرضنا، شجعونا كثير. نعم نعم، يعني بنتمنى لك التوفيق الله بكل انت والصبايا، وان شاء الله هيك فعلا بتحققوا احلامكم بهذا بالفن التشكيلي بتصميم الازياء. شكرا لوجودك. شكرا كثير. شكرا. المدربه والفنانه التشكيليه نسرين علي، بنتمنى لك كل التوفيق بمشروعك، وان شاء الله بنشوفك بالعالميه. شكرا كثير لذوقكم. شكرا. نعم نرمين، هلا بننتقل لزميلتنا رشا ايوب الموجوده بمشفى الاسد الجامعي لتشييع جثمان الكبير المخرج الكبير بسام الملا، لتطلعنا على طبعا هذا الحدث يلي آلم العالم الفني السوري. يسعد صباحك رشا. صباح الخير زينب، وصباح الخير لكل المشاهدين الإخبارية السورية. نحن هلأ متواجدين معكم من أمام مشفى الأسد الجامعي لنكون معكم بمراسم التشييع واللحظات الوداع الأخيرة للمخرج الراحل السوري بسام الملا، يلي ودع الحياة ولبى نداء ربه يوم السبت 22 كانون الثاني أثناء تواجده في لبنان عن عمر يناهز 66 عام. طبعا التشييع وسط حضور من الوسط الفني وفعاليات رسمية وثقافية. رح نكون معكم ضمن مراسم التشييع على هواء الإخبارية السورية. ستة ماضر بدنا نقول لك عزائنا واحد اليوم، والله يرحمه ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله. العمر لكم يا رب، الله يرحمه. يعني صراحة نحن فقدنا قامة فنية سورية كبيرة، مصاب جلال، نقول الله يرحمه ويصبر أهله ويصبر محبينه، وقدر الله ما شاء فعل. أكيد بالأشهر القريبة الماضية فقدت سوريا قامات كتير مهمة فنية بأسماء كتير كبرى، أكيد السلام لأرواحهم جميعا. اليوم أدي غياب أسماء كبيرة مثل بسام الملا، صباح فخري، ميادة بساليس، له أثر واضح على المسيرة الفنية. صحيح، هلا نحن الامانه بنعتبرهم النقابه الفنيه هي بيتهم الثاني، فنحن كل عمود من هدول الاعمده عم نخسرهم، يعني هي ما بتسقط نقابه الفنانين بس هي بتتزعزع باعمده هي كانت مؤسسه لنقابه الفنانين، عم نحس بالفجع مثل اهله لانه هذا بيتهم الثاني، فتلاقينا ايد بايد معهم لانه بيتهم الثاني وفقدناهم الله يرحمهم. ان شاء
شكرا العمر لك ولكل محبين ولكل الشعب السوري. نحن مكملين معكم زينب ومعنا احد اقرباء المخرج بسام الملا. بدي اقول لك الله يرحمه، واكيد تعازينا اليوم واحده لكل الشعب السوري. حبيبتي تعازينا واحد، نحن لبنان وسوريا وكل الوطن العربي فقدنا انسان كثير كبير، قدوه للفن، قدوه للخير وللعطاء وللصدقه. كان بي، كان عشرة عمر نحن وياه، فقدنا إنسان كتير غالي كتير غالي، وكل بيت وكل وطن العربي وكل بيت وكل قلب عربي فقد الأستاذ بسام. كنتي أثناء وفاته في بيروت في لبنان؟ إيه كانت. خبرينا، يعني نحن بنعرف إنه هو ما كان عم بيعاني غير من أعراض روتينية من مرض السكر، لهيك كانت خبر وفاته صدمة كتير قوية بالوسط الفني وبين أكيد الشعب السوري. هو صار له فترة مرض السكر عم يعاني منه، بس كان واعي ونحكي نحن وياه ونقعد نحن وياه ويوميا سوا، وموته كانت مفاجأة. كنا قاعدين نحن وياه يعني قاعدين نحن وياه ثواني، ما في ثواني، يعني هي حكمة الله. وكان بكامل يعني كامل بنحكي ونسولف، وما كان بغيبوبة او هاي الامور ابدا، بس كان السكر تعبه اخر فترة. الله يرحمه، والعمر لألكم ولكل محبينه. بدي أتشكرك، شكرا. طبعا زينب نيرمين، أهل الفقيد متواجدين ضمن المشفى، ولكن نحن ما قدرنا أنه نحن يكون معنا حدا منهم بسبب الحالة النفسية يلي هنن مأثر عليهم بشكل كتير مباشر. ولكن بعد لحظات تقريبا على الساعة 11 حيكون التشييع بمراسم لمراسم الوداع الأخيرة للمخرج بسام الملا. رح نترككم مع الصورة ضمن مشفى الأسد الجامعي. نعم شكرا لك. نعم شكرا لك رشا، يعني كنت معنا مباشرة من الأسد الجامعي لنقل مراسيم تشييع الراحل المخرج الراحل بسام الملا. المخرج بسام الملا هو أحد القامات الفنية الكبيرة اللي تركت بصمتها، وكان زينب هو سفيرها للبيئة الشامية بمختلف أعماله. شفنا على السوشيال ميديا كثير من الفنانين يلي كانوا عم ينعوا المخرج الراحل، وكانوا عم يذكروا بعض ذكرياتهم معهم. للأسف يوم بعد يوم عم نودع قامات فنية كبيرة عندنا بسوريا. أكيد نقول الرحمة لروحه، وأكيد الصبر والسلوان لأهله، وأكيد بنقول يعني خسرنا، عم نخسر كثير هالسنة، كثير خسرنا يمكن قامات سورية. وهلا مثل ما قلنا عماد وعراب البيئة الشامية كمخرج، نقول الله يرحمه، وإن شاء الله بقى ما عاد نخسر كثير من القامات السورية اللي هي موجودة عندنا ونفتخر فيها، لأنه هو عراب وسفير للبيئة الشامية، نقلها مو بس داخل سوريا، نقلها للبلدان العربية وصارت مشهورة بفضله. صحيح، يعني كل الرحمة مجددا للمخرج بسام الملا، وأكيد هيك أشخاص عظماء ما بيموتوا، أعمالهم بتضل بتحكي عنهم لسنوات كثير طويلة. وصلنا للختام زينب، بدي اتمنى لك باقي نهار ظريف ودافي، ولكل مشاهدينا ان شاء الله يا رب هذا اليوم يحملكم كل تفاصيل الامن والسلام والخير، واهم شيء الدفى، وتضلوا هيك محاوطين بالاشخاص يلي بتحبوهم. تبقوا بالف خير. تبقوا بالف خير نيرمين، ويمكن احلى كلمه قلت ليها الدفى، لانه هلا كل بيت سوري بحاجه للدفى. ان شاء الله هيك بتدفى قلوبكم بمحبه بعضكم كاهل، وايضا بتمنى لكم بقيه نهار كله خير خير وصحة، دفوا حالكم منيح، واكيد المشروب الخاص والرسمي لكل العائلات السورية الشوربة اليوم بده يكون موجود. صحة وهنا، واكيد تبقوا بألف خير، وباي باي. باي باي. مشتاق انا والعالين.